الحرارة حيتوصل درجات حرارة خلال اليومين الماضيين حوالي 46 درجة مئوية، وصاحب هذا الارتفاع في درجات الحرارة انقطاع في التيار الكهربائي وطرح الأحمال داخل المدينة لعدة ساعات. أيضا هناك مناطق داخل مدينة الزنتان تعاني من ضعف في التيار الكهربائي، مما سبب في تلف بعض الأجهزة الإلكترونية، مما سبب أيضا انتعاض وانزعاج المواطنين حول هذا الضعف. شبكة الكهرباء في مدينة زنتان تعاني من بعض المشاكل الفنية، حيث هناك يعني بعض الخطوط سواء كانت خطوط الأرضية أو الخطوط الخارجية من الإهمال في الصيانة. فرق الصيانة التابعين لشركة كهرباء زنتان قائمين بدور في إصلاح الأعطال المتكررة، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. مرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وقعت حادثة في مدينة ريينة خلال الأيام الماضية، حيث احترقت سيارة مواطن أثناء استخدامها، لكن لا توجد أي أضرار بشرية. الأضرار كانت فقط تتمثل في احتراق السيارة بالكامل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو نتيجة لعطل موجود داخل السيارة نفسها. تعتبر درجة الحرارة من يوم الأمس وليلة البارحة وصباح اليوم الجو يعتبر معتدل نوعا ما مقارنة بالأيام الماضية. هذا كل ما لدينا فيما يخص في درجات الحرارة ووضع الكهرباء في مدينة زنتان. نعم مرة. نعم عماد، ومن عندك أذهب إلى مصراف زميل طاهر الزروق. طاهر، مدى ربما استعداد الأجهزة المعنية في التعامل مع أي تداعيات قد تنتج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خاصة الحرائق، وأيضا إلى أي درجة تأثرت مولدات الكهرباء؟ نعم، بالنسبة للشركة العامة للكهرباء والعمال في فرق الصيانة في الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الوسطى وبالتحديد مصراتة وما حواليها من مناطق، تتواصل جهود هذه الفرق على مدار الساعة خلال ال 24 ساعة بالكامل باستمرار لمواجهة أي أعطال قد تنشأ أو قد تنجم عن هذه درجات الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة في واقع الأمر. لكن الأمر أو المشكلة الأساسية التي تحصل لشبكة الكهرباء في مدينة مصراتة سببها درجات الرطوبة المرتفعة التي وصلت إلى حوالي 85% في بعض الأيام. هذه الرطوبة هي ما يؤثر على المواصلات وعلى المحولات، وخاصة أن شبكة النقل والتوزيع في بعض المناطق قديمة ولا زالت تعمل بالمحولات الزيتية القديمة. هذه المحولات وهذه الموصلات تتأثر بارتفاع الحرارة وسببت انقطاعات مختلفة وصلت إلى 8 ساعات في بعض المناطق مثل منطقة الزروق وأبو روية وزاوية المحجوب، ووصلت إلى 12 ساعة في منطقة السكت. لكن هذه المناطق في حقيقة الأمر يعني دعنا نقول بصراحة أن وفقا لمصادرنا في شركة الكهرباء تعج بالكثير من المساكن وكثير من الاستراحات وكذلك الوصلات العشوائية التي تضيف أحمال زائدة أخرى على الشبكة، مما يجعل هذه الشبكة الغير معدة أساسا من بدايتها غير قادرة على احتمال هذه الأحمال فتحدث الانقطاعات، ولكن يتم الإصلاح وتم إعادة التيار الكهربائي بشكل عام. بالنسبة للتوليد، لا توجد أي مشاكل في توليد الكهرباء في مدينة مصراتة أو الربط على الشبكة العامة حتى مع درجات الحرارة العالية، يعني بلغت في خلال الثلاثة أيام الماضية انقطعت الكهرباء مرتان، مرة كانت لمدة ساعة ومرة أخرى كانت لمدة نصف ساعة في يوم واحد، ولكن ليست على التوالي، بل كانت أعتقد أنها بسبب أعطال في بعض في مناطق دون عن غيرها. فيما عدا ذلك الأمور يعني مستقرة بشكل كبير في الشركة العامة للكهرباء، وبودنا نود أن ننقل شكر أهالي مصراتة إلى العاملين وكافة وعلى كل الجهود التي يبذلونها في سبيل استمرار وبقاء هذه الشبكة دون انقطاع.
نعم الطاهر من مصراتة. ومن عندك أذهب إلى سرت الزميل خالد يوسف. خالد، يعني كما تعلم رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا الوعود الحكومية المتكررة بحل أزمة الكهرباء، فكيف تعامل المواطنين في سرت مع هذا الموضوع؟ وأيضا خالد، هل شهدت سرت أي انقطاعات ربما للكهرباء نتيجة الضغط على المولدات الكهربائية؟ نعم مرام، حقيقة هو لا أحد ينكر بأن هناك انقطاعات تحدث ولا زالت حقيقة في سرت النتيجة لربما لبعض الأعطال التي تطال بعض المحطات التي للأسف بحاجة للصيانة، وبعض المحولات الكهربية حسب ما حدثونا المهندسون وفرق الصيانة هنا بدائرة توزيع سرت بأن هناك بالفعل محطات كثيرة وتحتاج لأعمال صيانة، وربما هناك محطات متهالكة، هناك محطات أيضا طالها لربما الدمار خلال الحروب التي طالت المدينة، بالتالي هذا يؤثر على وضع الشبكة الكهربائية بشكل عام. حقيقة الأيام الماضية كان هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وصل إلى 40 درجة مئوية، أيضا صاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة وصل إلى حد 100%. هذا الارتفاع في نسبة الرطوبة تحديدا مرام وعزه المهندسون هو سبب رئيسي في لربما ضرر الشبكة الكهربائية في سرت، ولربما أثر بشكل كبير على وضع الشبكة، مما سبب في لربما انقطاع للتيار الكهربائي في بعض الأحياء التي لربما محطاتها طالتها الرطوبة، وسبب في أعمال الصيانة ربما طالتها التي أقام بها الفرق الكهربائية وفرق الصيانة هنا بسرت من أجل إصلاح هذه الأعطاب. حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك كان هناك قبل قليل مهندسون من الشركة الكهربائية أو من شركة الكهرباء بسرت هنا يقومون بإصلاح بعض المحولات بإحدى المحطات القريبة من هنا، الذين أكدوا بأن وضع الشبكة في سرت هو يعتبر ممتاز، حتى بأن الحمولة الإجمالية أو لربما إجمالي التوليد الكهربائي في منطقة سرت هو يعتبر جيد. هناك مناطق مدمرة، أحياء في مدينة سرت جميعنا يعلم نتيجة الحروب، فبالتالي من المفترض أن يكون بالفعل هناك زيادة في الحمولة الكهربائية، أو لربما هناك فائض من الإنتاج الكهربائي في مدينة سرت. حتى هنا مدينة سرت يتواجد بها محطة سرت البخارية التي تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وبالتالي توزيعها على الشبكة العامة، فبالتالي مدينة سرت يفترض أن تكون لا يوجد بها أي انقطاعات للتيار الكهربائي. هذا ما أكده كل المهندسون الذين تحدثنا معهم بأن كل الانقطاعات التي تحدث هي نتيجة الأعمال الصيانة التي توجد ببعض المحطات بالمدينة، فبالتالي تحدث بعض الانقطاعات. بشكل عام اليوم هنا الطقس أو المناخ في مدينة سرت يعتبر جيد، درجة الحرارة تتراوح بين 35 إلى 37 درجة مئوية، هناك حركة للرياح باردة بالمدينة، نسبة الرطوبة تكاد تكون 70 أو 75%، فبالتالي لا وجود لأي انقطاعات اليوم بمدينة سرت. لربما الساعات القادمة قد يكون هناك انقطاعات لربما لأعمال الصيانة كما ذكرنا، أو لربما لأي أضرار أو أي لربما مشاكل قد تنتج بالمحطات بكافة الأحياء بالمدينة. نعم مرام. نعم خالد، ابقى معي بعد إذنك وأرحب بك لانضمامك معنا. خالد، ومن عندك أذهب إلى مالك بخطوة من بنغازي. مالك، ردود فعل المواطنين حول أزمة درجات الحرارة وما ينتج عنها ربما من تعطيل لحركتهم اليومية ومصالحهم. نعم، بداية أهلا وسهلا بك. طبعا نحن نعلم هذه الفترة تشهد مدينة بنغازي ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع للكهرباء لساعات طويلة. مثلا سبيل المثال، الحي اللي أنا نسكن فيه انقطعت يعني الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة ليوم كامل، من الساعة 3:30 ظهرا إلى ثاني يوم 3:30 ظهرا. الأمر اللي بعد تواصلت مع شركة الكهرباء بسبب عدم دخول المحطات بداخل مدينة بنغازي إلى صيانة كل عام، الأمر اللي اضطر أن هذه المحطات مع ارتفاع درجة الحرارة ومع استهلاك
الطاقة الكثيرة من المنازل وتشغيل أجهزة التكييف، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. دخول محطة شبنة والكيش أمر ضروري جدا بعد التواصل مع شركة الكهرباء واستكمال صيانة هذه المحطات حتى تكون يعني الكهرباء متواصلة بساعات طويلة بعدم انقطاعها في مدينة بنغازي. بالنسبة للرطوبة هي عالية جدا في مدينة بنغازي، ويعني أغلب الناس تتجه إلى الشواطئ البحرية بحيث أنها تقضي فيها ساعات طويلة. هذا هو كل ما لدينا في مدينة بنغازي حقيقة يعني. نعم مالك، ومن عندك أتوجه مباشرة إلى البيضاء زميل أسامة حسن. أسامة، كيف تتعامل الأجهزة المعنية ومدى استعدادها للتعامل مع أي حرائق قد تنتج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهل هناك أي انقطاعات في الكهرباء شهدتها البيضاء؟ طبعا عندما نتحدث عن الانقطاعات في منطقة جبل الأخضر، خلينا نقول أن العلاقة أصبحت علاقة طردية بين درجة الحرارة وبين الانقطاعات نتيجة للإشكاليات التي يعانيها قطاع الكهرباء في منطقة جبل الأخضر. كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما كان هناك ضغط على الشبكة نتيجة لاستخدام المفرط في أجهزة التبريد والتكييف. الشتاء نفس الموضوع، كلما انخفضت درجة الحرارة استخدام مفرط لأجهزة التدفئة ينتج عنه انقطاعات. لكن حقيقة وللأمانة هذا العام كان يعني هناك أداء متحسن للكهرباء في منطقة جبل الأخضر. في الشتاء كان أفضل من السنوات السابقة، أيضا الصيف كانت الانقطاعات محدودة جدا. هناك ثناء وشكر لموظفي الشركة العامة للكهرباء في البيضاء وفي شاحات. درجات الحرارة هذا العام كانت حقيقة يعني على غير العادة، كانت مرتفعة جدا، الأمر الذي أثر كثيرا حتى في الحركة اليومية بالنسبة للمواطنين. هناك حتى إشكاليات صحية نتجت عن هذا الجانب في عدد المترددين على المستشفيات. الرطوبة عالية جدا، ربما يعود هذا لانخفاض الغطاء النباتي في منطقة الجبل الأخضر. على غير العادة كانت الرطوبة مرتفعة، فهذا الارتفاع يعني الملاحظ من الكثيرين لدرجة الحرارة للمرة الأولى يعني يكون تقترب درجة الحرارة في منطقة الجبل الأخضر تتجاوز 40، تصل ل 43، يعني لم تكن هذه درجة الحرارة تسجل في منطقة الجبل الأخضر في السابق. لكن مثل ما قلت هناك الثناء وشكر لموظفي الشركة العامة للكهرباء، لا توجد انقطاعات كبيرة. أعتقد أن الانقطاع كان صباح هذا اليوم، كان يوم أمس، كان أول أمس، ومحدود جدا ساعة أو ساعتين. لكن الأيام الماضية لم تشهد أي انقطاعات، وهناك حتى يعني تطمينات من موظفي الشركة العامة للكهرباء بأن وضع الكهرباء في منطقة الجبل الأخضر ممتاز جدا ومرضي. لا نريد أن نقول بأنه يعني مثالي، لكن معقول إن شاء الله.